مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. التنمية العمرانية شهدت الحقيقة تحول كبير خلال الفترات الماضية، وده في إطار اهتمام الدولة بإنشاء بعض المدن الجيل الرابع، المدن اللي بتعتمد على استخدام التكنولوجيا، المدن اللي بيعتمدوا فيها على استغلال كل الموارد الطبيعية. النهاردة عايزين نتكلم عن الطاقة المستدامة وإزاي ممكن تكون طريق لتحقيق التنمية المستدامة. اسمحوا لي في هذا الإطار أرحب بضيوفي الكرام اللي بيشرفوني في هذه الفقرة. معانا طبعا الكاتب الصحفي أستاذ عاطف عبد الغني، رئيس تحرير بوابة المعارف الإلكترونية. أهلا بك يا فندم، صباح الخير. معانا أيضا أستاذ محمود عبد المحسن، المنسق العام لمؤتمر التنمية المستدامة. أهلا بك يا فندم، صباح الخير. أهلا بك، تشرفت بك. خليني أستاذ عاطف أبدأ مع حضرتك ونتكلم كده عن المدن الخاصة بالجيل الرابع. مدن الجيل الرابع بتعتمد على التكنولوجيا، بتعتمد على التطوير، على استغلال الموارد الطبيعية. ماذا عن هذه المدن ومستقبل هذه المدن، شايفه إزاي؟ بكرر صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. والتنمية المدن اللي جربها حضرتك بتكلم عليها G4، اللي هي بنقول عليها المدن الذكية. يعني هي مدن بتعتمد بشكل أساسي على حاجتين، على التكنولوجيات الحديثة في الاتصال والاستخدام كل الخدمات اللي موجودة في المدينة، وتوفير كل السبل الراحة لساكنيها. وبتعتمد بشكل تاني وأساسي على الاستدامة، مفهوم الاستدامة أو الاستدامة بشكل عام. مفهوم الاستدامة بشكل عام هو معناه، عشان نبسط للناس، هو تحسين جودة الحياة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، من اللي هي بالذات الموارد المستنفذة للحاضر وللأجيال القادمة، لأنه ده مش حقنا إحنا، هو حقنا وحق الأجيال القادمة. الموارد الطبيعية زي الهواء وزي الشمس وزي الأرض وزي يعني كل هذه الموارد اللي، والمياه طبعا بشكل أساسي طبعًا. جدا كل هذه الموارد، في احنا بنقول ان احنا العالم كله داخل على أزمة مياه، العالم كله بيعاني الآن من البلوشن أو التلوث، نسبة التلوث بقت عالية، ودي قضية كبيرة جدا بنشوف لها مؤتمرات عالمية بتعقد، مؤتمرات المناخ وغيره. والعالم كله مهتم بيها، وبشكل أممي كمان، بشكل على مستوى الأمم المتحدة أو غيره بتعقد الاجتماعات، والأرض أيضا، الأرض أيضا موضوع مهم جدا في الأمم المتحدة، وبتعقد لي المؤتمرات السنوية للحفاظ على الأرض أو على، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة. التنمية المستدامة ليها ثلاث محاور أو ثلاث إطارات بتشتغل من خلالها. هي بتشتغل على الإطار أو المحور الاقتصادي، بتشتغل على المحور البيئي بشكل مهم جدا، بتشتغل على المحور الاجتماعي. المحور الاقتصادي، احنا عندما نحافظ على البيئة والمياه ونعيد تدوير استخدام المياه بشكل جيد ونعتمد على الطاقات اللي موجودة في الطبيعة، بيقول عليها الطاقات الجديدة والمتجددة، عوضا عن الوقود الأحفوري اللي هو البترول اللي بيطلع من البترول وغيره، ونولد منها الطاقة اللي احنا محتاجينها لاستخداماتنا اليومية. ان احنا نستخدم، نعيد تدوير المياه مرة اخرى في مجالات، ونستخدمها في مجالات عديدة زي الزراعة وغيره. فاحنا هنا بنوفر كتير جدا على اولا على الدولة، وبنوفر على الناس، وبنوفر الطاقات اللي موجودة او الموارد اللي موجودة في زي ما قلنا الاجيال القادمة. ده على المستوى الاقتصادي. المستوى الاجتماعي، احنا بنعيد تحسين الحياة، جودة الحياة زي ما بنقول. احنا بنوصل، لما يبقى عندنا مياه زيادة نقدر نوصل للقرى اللي هي محتاجة مياه، محتاجة صرف صحي. احنا بنوفر هواء او اكسجين نقي للتنفس للبشر. انا ده على المستوى البيئي كمان. فاحنا هنا بنقيهم كثير من الامراض. احنا بن بن بنعمل زي ما قلت، زي ما بقول لحضرتك كده، بنحسن جودة الحياة. هذه هي الاستدامة او الاستدامة، ومرتبطة بشكل اساسي بخطط الدول للتنمية طبعا. تنمية، احنا عندنا في مصر خطتنا الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، والأول مرة هذه الخطة توضع بشكل يعني يشارك فيه بشكل تشاركي الحكومة مع المجتمع المدني، مع الوزراء، مع الخبراء، مع الأهداف الأممية للاستدامة أو للتنمية المستدامة. هذه الخطة وضعت بهذا الشكل. هذه الخطة بتهدف بشكل أساسي لتحسين الحياة وتحسين جودة الحياة مع الحفاظ على موارد الطبيعة والموارد
وال 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 إيه والبعد عن الموارد المستنفذة للطاقة أو غيره. جميل. أستاذ محمود، حضرتك المنسق العام لمؤتمر التنمية المستدامة، كلمنا بقى عن هذا المؤتمر، أهم الجوانب اللي تم تناولها في مؤتمر التنمية المستدامة، إيه كان بيشتمل عليه؟ خلينا نتكلم الأول عن هدف مؤتمر التنمية المستدامة. إحنا بنتكلم بشكل أساسي عن العمارة والبناء والتشييد وتطبيق مفهوم التنمية المستدامة في هذا الجزء، تمام؟ الهدف منه ربط أطراف المنظومة البنائية في مصر من الحكومة، القطاع الحكومي، القطاع العقاري، قطاع التصميم والعمارة، وقطاع المنتجين، الناس اللي بتصنع المنتجات. صحيح. الهدف من التربيطة دي أو تجميع الأطراف دي إن هم يلاقوا حلول حقيقية لتطبيق مفهوم التنمية المستدامة. إحنا كلنا بنسعى لاستراتيجية مصر 2030، لكن مازال حتى هذه اللحظة عندنا تحديات كبيرة جدا، عندنا قوانين لسه مش موجودة، عندنا امتيازات لسه المطور العقاري ما حصلش عليها، عندنا رؤية لسه مش واضحة بالنسبة للمعماري والمصمم، هو شغال بالطريقة الطبيعية، عنده مبنى هيبتدي يصممه، عنده كومباوند هيبتدي يصممه. فهي الفكرة هنا ان احنا بنحاول نلاقي مفهوم يربط كل الأطراف دي ببعض. تمام؟ الفكرة ان المطور العقاري بيكون مع المعماري، بيكون مع القطاع الحكومي، بيكون مع المصمم، بيلاقوا طريقة من خلالها يقدروا يطبقوا مفهوم التنمية المستدامة. مفهوم التنمية المستدامة في مؤتمر التنمية المستدامة اللي احنا بننسق له، الهدف الرئيسي منه الخروج بتوصيات حقيقية يمكن تطبيقها في الفترة القادمة. توصيات بتخص القطاع الحكومي، توصيات بتخص القطاع المعماري في مصر، وتوصيات بتخص القطاع العقاري. النهاردة احنا بنطالب المطور العقاري ان هو يبني بمفهوم التنمية المستدامة ويحاول يحافظ على الموارد الطبيعية للبيئة. اهم محورين بالنسبة لنا الطاقة والمياه. تمام؟ الطاقة والمياه أو مفهوم التنمية المستدامة هو مفهوم مكلف جدا. عشان يقدر المطور العقاري ينفذه دون إضافة أعباء مالية على العميل النهائي في شراء الوحدة العقارية، ده بيستلزم دعم من الحكومة. طب الحكومة هتقدم له إيه؟ صحيح. إحنا في التوصيات الأخيرة للمؤتمر كان في بعض التوصيات اللي بتتكلم عن تسهيلات تقدمها الحكومة، مثلا في اقساط الاراضي انها تطول فتره اقساط القطع الاراضي اللي بياخدها المطور العقاري. نعم. بتقدم محفزات للمطور العقاري اللي بيلتزم بقوانين التنميه المستدامه. في نفس الوقت كان في توصيه مهمه جدا وهي انشاء وزاره للتنميه المستدامه. وعلى قد ما ان المفهوم بسيط، انشاء وزاره للتنميه المستدامه، وزاره للدوله للتنميه المستدامه، لان احنا شايفينه ان هو هتبقى وزاره متشعبه جدا. صحيح. لانها بتضم جزء حكومي ده اساسي، وجزء في التطوير العقاري، وجزء في العماره والديكور والتصميم. صحيح. وجزء في المنتجات، يعني هي ما بقتش وزاره، احنا نقدر نقول انها وزاره مختلطه من وزاره الاسكان ووزاره الصناعه والوزاره اللي بتعتمد على المبنى انه يكون شكله برضو كويس، ما يخرجش بره الاطار، وفي مطلوب. نفس الوقت يتوافق مع مفهوم التنميه المستدامه، يقدر يحافظ على الطاقه، يقدر يحافظ على المياه، وفي نفس الوقت يقدر يحافظ على التكلفه الفعليه للوحده العقاريه اللي بيقدمها للعميل النهائي. نعم. جميل. أستاذ عاطف، هسأل حضرتك عن ملف الطاقة المستدامة، الدولة تعاملت معاه إزاي خلال السنوات الماضية؟ ولو هنتكلم عن استراتيجية التطبيق خلال الخمس سنين مثلا القادمين إن شاء الله، إيه الجديد؟ الدولة يعني يمكن من بعد على طول ثورة 30 يونيو 2013 كان هناك أزمة كبيرة جدا في مسألة الطاقة. لو نتذكر السادة المشاهدين معانا، الكهرباء كانت بتقطع إزاي؟ كنا بنقعد نعاني كتير، وبالذات في الصيف لما بيبقى فيه صحيح. استهلاك عالي، ازاي طبعا. بيحصل تبديل والطاقة، والكهرباء كانت بتقطع بالاربع ساعات وبالست ساعات واحيانا بالثمان ساعات. هذا من القطاعات اللي حصل فيه دلوقتي طفره كبيره جدا في قطاع الكهرباء. حصل طفره كبيره جدا لان مفيش تنميه من غير طاقه. تمام. تنميه من غير البنيه الاساسيه وطاقه يبقى مفيش تنميه. احنا كان ما تولى يعني بعد على طول الثوره ومع توالي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، كان هدف اساسي كبير جدا ان احنا نوفر الطاقه اللازمه اولا للاستهلاك المحلي، ثانيا لتشجيع الاستثمار وجلب الاستثمار للدوله، لان ده هدف اساسي ليها. وبالتالي دخلنا هذا الملف بقوه جدا، الدوله دخلته بقوه جدا. ولكن انت تتخيلي حضرتك ان يعني في الاثناء دي احنا كنا بن بن بنولد طاقه بشكل التقليدي القديم حوالي 18 جيجا وات، 18 جيجا وات.
احنا كنا بنستهلك في ساعات الذروة بنعدي هذا الاستهلاك، بنعدي نوصل بنعدي اكتر من، لا انا اسف، كنا بن 28 جيجا وات. 28 ولا 18 محمد؟ 18، وكنا بنستهلك حوالي 24 تقريبا مثلا كده. لا يعني يعني 22 24 في الرينج ده. كان احنا في خلال هذه السنوات القليله تقريبا ضعفنا هذا الانتاج. ضعفنا هذا الانتاج. دخلنا تعاوننا بالتعاون مع شركات عالميه وكبيره جدا، ضعفنا هذا الانتاج، واصبح لدينا لدى الدوله استراتيجيه للطاقه بشكل عام للسنوات القادمه، هي مفهوم مزيج الطاقة. احنا مش عايزين بس نعتمد في توليد الطاقة على الشكل الكلاسيكي القديم، المكن اللي بنغذيه بالديزل ويعمل ويولد الكهرباء. لا، احنا عايزين ندخل بقى طاقات الشمس وطاقات الرياح وطاقات المياه وغيره من الطاقات اللي هي بنقول عليها الطاقات الجديدة والمتجددة. هي جديدة على الناس او على الدولة او على المجتمع العالمي، ومتجددة لانها لا تنضب. الشمس موجودة، واحنا في مصر شمسنا ما شاء الله يعني مشرقة دائما، لدينا الرياح في أماكن جبل الزيت وغيره، وبالتالي الدولة دخلت بقوة أيضا هذا المجال، حتى اسم الوزارة بقت اسمها وزارة الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة. نعم. حتى الاسم من مفهوم الاسم احنا غيرنا. عايز أقول لحضرتك أن في الفترة اللي فاتت دي احنا عملنا أكثر من مشروع، مشروعات عملاقة في هذا الصدد. أنشأنا محطات توليد كثيرة جدا، حسننا شبكة الكهرباء لأن كان فيه فاقد من الطاقة بيروح في هذه الشبكة. عملنا مشاريع زي مشروع بنبان اللي هو في أسوان، أكبر مشروع لتوليد الطاقة من الشمس في العالم كله تقريبا أو على مستوى العالم. مزرعة جبل الزيت موجود لتوليد الطاقة من الرياح، غيره من المشاريع العملاقة الكبيرة جدا اللي بقينا نقدر نقول دلوقتي نحن لدينا فائض من الطاقة نستطيع من خلاله أن نستخدمه اقتصاديا وسياسيا. نستخدمه اقتصاديا إن احنا دلوقتي بنصدر الطاقة، عندنا مشاريع لربط الكهربائي مع كثير من الدول حوالينا في أفريقيا وفي غيره، ومن هنا احنا نقدر نربط، يبقى احنا لينا مصالح في افريقيا او غيره، فاحنا بنربط مصالحنا بهذه ان احنا بنقدم لهم الطاقه او الكهرباء اللي هم بيحتاجوها، لان افريقيا قاره فقيره جدا في مساله الطاقه وبالذات الفرع بتاع الكهرباء فيها يعني. كل ده بيخلينا ان انت كان سؤال حضرتك، احنا عايزين، احنا كنا بنتكلم على ملف الطاقة المستدامة والاستراتيجية بقى، استراتيجية التطبيق او الاستكمال خلال الخمس سنوات. احنا اشتغلنا على توليد الكهرباء بشكل اساسي، واشتغلنا على ان احنا يبقى عندنا زي ما قلنا حضرتك مزيج الطاقة ده. الدولة لديها استراتيجية في هذا الصدد، احنا بعد 10 سنين هيبقى نصيب الطاقة الجديدة المتجددة قد ايه في توليد في الكهرباء بشكل كبير. احنا عندنا هدف استراتيجي ان احنا خلال سنوات قليلة مش كتيرة يعني يبقى على الاقل في 40% من الطاقة المولدة اللي احنا بنستخدمها او بنصدرها من الطاقات الجديدة والمتجددة، يعني على الرينج 10-15 سنة 20 سنة القادمة ان شاء الله يبقى لدينا، او مع الورقة الاستراتيجية 20-30 لدينا هذا الامر، يعني لدينا هذه النسبة في الطاقات. زي ما بقول لحضرتك ده مهم جدا لمشروع مصر 2030، مهم جدا لاهداف مصر الاستراتيجيه على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي. جميل. استاذ محمود، حضرتك شايف يعني لو هنتكلم عن دور الدوله ودور الشركات للتوعيه بالتنميه المستدامه خصوصا في مدن الجيل الرابع، المدن الجديده، واللي على سبيل المثال العاصمه الاداريه اللي هي نموذج يحتذى به وبنتمنى ان هو نموذج يكون ومدينه العالمين من النماذج الرائعه جدا، بنتمنى ان هي تتكرر عندنا في مصر. شايف فكره التوعيه بالتنميه المستدامه ازاي ممكن يتم تطبيقها من قبل الدوله لو بعض الشركات؟ اولا احنا ملف التوعيه بمفهوم التنميه المستدامه مفترض ان هو يكون اوسع واشمل من الاطراف المتخصصه، من القطاع الحكومي او القطاع العقاري او حتى المصممين والمعماريين. من ضمن توصيات مؤتمر التنميه المستدامه الاخيره ان يجب ان يكون هناك حمله توعيه للمواطنين، نشر هذه الثقافه. يعني احنا ازاي احنا مع الطفل مع المنظومه بتاعتنا في طرف قوي جدا وما ينفعش يغيب عن المشهد وهو المواطن. ان احنا كلنا في النهايه هنبني او هنسن قوانين او هننشر وعي، المواطن هو جزء اساسي من المنظومه،
وبالتالي لازم يكون في حملات توعيه بمفهوم التنميه المستدامه للمواطنين. تمام، ده جزء مهم جدا. الجزء الاخر في مرتبط شويه بالجزء المتخصص او المهندسين والمعماريين، ان يجب ان يكون هناك مناهج عن التنميه المستدامه خاصه في جامعات زي كليات الهندسه وكليات الفنون. لازم برضو يكون في نشر ثقافة التنمية المستدامة من البداية في التعليم، ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة، لازم يكون ده موجود. من ضمن أهداف التنمية المستدامة وإن إحنا إزاي نقدر ننشر التوعية بها، إن المواطن لازم يعرف هو هيكسب إيه من وراء الموضوع ده. أنا إيه اللي هيعود عليا كمواطن، أو زي ما إحنا بنفكر المستثمر، انت هتكسب ايه لو طبقت او حققت مشاريع او نفذت مشاريع بمفهوم التنميه المستدامه. الحكومه النهارده مضطره، واحنا كلنا مضطرين في مصر وفي المنطقه العربيه وفي العالم كله، لتطبيق مفهوم التنميه المستدامه بسبب نقص الموارد، بسبب التلوث الرهيب اللي بقى في العالم كله. صحيح. احنا مضطرين لمفهوم التنميه المستدامه. احنا بنعمل ده عشان شايفين المصلحه او المنفعه العامه للدوله وللعالم كله، لكن المواطن النهائي لازم يحس الموضوع ده، لازم يحس الخطر اللي هيعود عليه من عدم تطبيق مفهوم التنمية المستدامة، ولازم يحس بالإيجابية أو بالمنافع اللي هتعود عليه وعلى الأجيال القادمة من تطبيق مفهوم التنمية المستدامة. مفهوم التنمية المستدامة زي ما كنا بنتكلم وزي ما أستاذ عاطف كان بيتكلم، هو مفهوم كبير وشامل وواسع جدا، لكن في النهاية احنا نقدر نبسطه ان هو احنا بنحاول من خلال مفهوم التنمية المستدامة ان احنا نخلق حياة كريمة في الوقت الحالي دون المساس بحقوق الأجيال القادمة. ده هنقدر نعمله إزاي؟ بالحفاظ على الموارد بتاعتنا، وبإن احنا ما يكونش في المشروعات بتاعتنا ما يلوث البيئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الانبعاثات اللي احنا بنحاول بعد كده نلاقي لها حلول عشان نتخلص منها. فجاست إن احنا طبقنا مفهوم التنمية المستدامة في المشروعات العقارية، جاست إن المواطن بقى عنده وعي بمفهوم التنمية المستدامة، ده كله هيقدر يخلينا نحقق استراتيجية 2030 بكل أريحية. لكن مطلوب تضافر جميع أطراف المنظومة من القطاع الحكومي للمطور العقاري للمصمم، وكل ده في النهاية لازم يلحقه أو يتبعه أو يكون موجود معاه حملة كبيرة لنشر مفهوم التنمية المستدامة، حملات دعائية في التلفزيون، برامج بتتكلم عن التنمية المستدامة، ندوات ومؤتمرات بتتكلم عن التنمية المستدامة، محفزات للمواطن اللي يقدر يطبق مفهوم التنمية المستدامة. ودور الإعلام هنا مهم قوي. دور الإعلام هو يعني الأساس. احنا من غير إعلام احنا بنتكلم مع بعض، الوسيلة التثقيفية الأولى للمواطن، احنا بنتكلم مع بعض. طب احنا ازاي هنتكلم مع المواطن؟ لازم ننشر له الكلام ده. صحيح. ولازم نقدم له محفزات تخليه ان هو لو طبق الطاقة الشمسية في المنزل، وده جزء من مفهوم التنمية المستدامة، يكون له محفزات هيكسب من ورا الموضوع. ان هو لو قدر يحافظ على المياه واستهلاك المياه هيكسب من ورا الموضوع. صحيح. احنا الدولة ليها دور، والمطور له دور، والمعماريين والمصممين لهم دور، لكن دور المواطن هو الدور الأهم، لان هو في النهاية اللي بيوزن الموضوع بالكامل. احنا مش هنقدر نشتغل بعيدا عن المواطن، وبالتالي احنا من ضمن توصيات مؤتمر التنمية المستدامة حملات توعية للمواطنين اولا بمفهوم التنمية المستدامة. صحيح. عشان نقدر نطبق المفهوم ده بكل أريحية. أنا عايز أعمل مداخلة صغيرة خالص قبل ما حضرتك تسأليني. أنا عايز بس بسرعة جدا كده أقول إن هنا في هناك بعض المصطلحات لابد من ضبطها، ولازم نوصلها للمشاهد بشكل بسيط، أكثر بساطة من اللي إحنا بنتكلم فيه. تمام. هو في فرق بين الاستدامة كمفهوم، الاستدامة بشكل عام إنك إزاي تحافظ على البيئات أو الموارد اللي إحنا بنقول عليها، الطبيعة والموارد، وربط هذا بالتنمية المستدامة لأنه مفهوم أوسع شوية بيخش فيه اقتصاديات وبيخش فيه غيره، وربط هذا بمصطلح العمارة الخضراء والاقتصاد الأخضر، وربط هذا أيضا بالعمارة الذكية أو البناء الذكي. يعني دي مصطلحات لابد كل مصطلح فيهم دي حاجة معينة يعني أو غيره المصطلح. رقم اثنين، احنا في قناتكم الجميلة العظيمة دي الاستدامة مهمة جدا. احنا بنتعامل مع الفلاح اللي بيستخدم المية في الأرض، عندما الفلاح ده يعني يستبدل الري بالغمر بالري بالتنقيط، فهو هنا بيعمل استدامة أو بيعمل تنمية مستدامة من غير ما ياخد باله. ليه؟ لأن هو بيوفر في المياه وغيره. لكن عندما المية بقى اللي بتوضى فيها أو المية اللي بتطلع من الصرف الصحي عيد تدويرها، فاحنا هنا بنعمل استدامة
وبنعيد تدوير المياه وإعادة استخدامها مرة أخرى. بنحقق مفهوم التنمية المستدامة. نعم. يخش بقى في مفهوم التنمية المستدامة. صحيح. الحقيقة إن إحنا الموضوع محتاج يعني وقت أطول إن إحنا نكمله أكتر، لأن في كتير من الجوانب الهامة، ولكن يعني أسفني إحنا وقتنا خلاص انتهى، ولكن سعيدة بلقاء حضراتكم، شرفتونا ونورتونا النهاردة. شكرا لكم جزيلا الكاتب الصحفي أستاذ عاطف عبد الغني رئيس تحرير بوابة دار المعارف الإلكترونية، شكرا أيضا أستاذ محمود عبد المحسن المنسق العام لمؤتمر التنمية المستدامة، شكرا لحضراتكم جزيلا. شكرا. مشاهدينا بكده بنكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وغدا ان شاء الله يتجدد لقاء حضراتكم وحلقه جديده وساعه صبحيه.